بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد وحصاد الأهلي. النادي الأهلي آخر تطوراته وآخر ما جاء بعد بعثة النادي الأهلي قدمت إلى القاهرة، أيضا آخر استعدادات المنتخب الوطني، كل ده هتلاقوه معنا النهاردة، ومعنا ملف مهم جدا عن ماذا يحدث في برشلونة وإقليم كاتالونيا. لكن في البداية هبدأ أول أخباري مع حضراتكم. نادي الأهلي ومركز التسوية بيحدد 4 أكتوبر للنظر في طعن النادي الأهلي على قرار اللجنة الأولمبية. النادي الأهلي كان في حوارات وخلافات ما بينه وما بين اللجنة الأولمبية، قامت جمعيته العمومية على يومين، اللجنة الأولمبية كانت قالت على يوم واحد. النادي الأهلي استعان بخبراء القوانين، خبراء القوانين قالوا إن في المادة الرابعة اجتماعا خاصا لم يحدد له أي إجراءات تفصيلية كيفية إجراءه، هل يوم هل يومين، مفيش أي حاجة في القانون نصت على كيفية إجراء الاجتماع الخاص للجمعية العمومية. حضر 15,000 من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي. النادي الأهلي اعتمد لائحته الخاصة فيها البنود اللي اتفق عليها أعضاء الجمعية العمومية، بعد ما كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر كان عمل على العديد من الندوات لمناقشه اللائحه. في بعض البنود تم تعديلها بعد مناقشتها، وكانت النادي الوحيد اللي في مصر اللي طرح لائحته الخاصه لاعضاء جمعيته العموميه حتى يناقشها معهم. هنا كل خبراء القوانين، خبراء اللوائح، خليني برضو اذكر حضراتكم مين اللي حط لائحه النادي الاهلي ومين اللي اشار على النادي الاهلي في موضوع الاجتماع الخاص. النادي الاهلي سياده المستشار رجاء عطيه، واحد من اكبر خبراء القانون في مصر، الاستاذ محمد فضل الله واحد من اكبر خبراء اللوائح والقوانين، مش بس في مصر، ده حتى في الاتحادات الاقليميه، وموجود دلوقتي في الامارات بيحط لهم التشريعات القوانين اللي موجوده هناك. المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، كل دول النادي الاهلي استشارهم في قبل اتخاذ قرار انعقاد الاجتماع الخاص لجمعيته العموميه على يومين او لا. الناحيه الثانيه قرارات اللجنه الاولمبيه بعدم اعتماد لائحه الاهلي اللي خلى النادي الاهلي انه يطعن ويذهب الى مركز التسويه والتحكيم، لم يرد باي نوع من القوانين. هو قال انا برد عليك على حسب ما وجهتك، انا قلت لك هو يوم، النادي الاهلي بعث له قال له طب هو يوم ليه؟ يعني انا بلخصها كده لحضراتكم، كل اللغط اللي كان بيدار في الفتره الماضيه، هو يوم، طب هو يوم ليه؟ هل في قانون يقول لي هو يوم واحد؟ ما جاش اي رد بالقانون. النادي الاهلي ذهب الى مركز التسويه وفض النزاعات اللي في اللجنه الاولمبيه اللي بيراسه رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، ودي من الحاجات اللي كان فيها علامات استفهام ان ازاي هيبقى خصم وحكم. ولكن النادي الاهلي يامل في الساده المستشارين، اللجنه هيبقى فيها 3 مستشارين، النادي الاهلي يامل في ان الناس تنظر الى هذا الامر باستفاضه، وطبعا خبراء القوانين يبتدي بقى يتكلم في القوانين. النادي الاهلي بيتحدث بالقانون، وحينما يعني يكون في المحادثه او تكون المحادثه بالقانون يبقى الرد على القانون اجتماعا خاصا. وهنا بقى خبراء اللوائح، وفي ناس بتحب تلعب بالالفاظ، وفي ناس بتفسر الالفاظ على حسب هواها، ولكن القانونيون هو عنده 1+1 بيساوي 2، مخالف ولا مش مخالف. فنتمنى من مركز التسويه وفض النزاعات انه ينظر الى الامر من الناحيه القانونيه، والنادي الاهلي قبل ما يخش الى مركز التسويه هو حافظ حقوقه القانونيه كويس جدا، لان النادي الاهلي ومجلس ادارته على مدار التاريخ لما بيجي ياخد قرار بيستشير الخبراء في هذا الشان، شان سواء شان استثماري، شان رياضي، شان قانوني، النادي الاهلي في كل هذه الشؤون بيستشير المنوطين بهذا الشان عشان ياخد القرار. كان في صراحه برضو من الحاجات اللي كانت غريبه جدا ان لما اللجنه الاولمبيه اقرت اللائحه الاسترشاديه واللي كان ضمنها في حاله اي وجود خلاف مع اللجنه الاولمبيه في مركز تسويه وفض المنازعات لم يكن يشكل من الاساس. كلام الساده الافاضل كابتن حماده المصري، استاذ جاسر فياض اللي هو سامح مباشر، والعديد من اعضاء اللجنه الاولمبيه على اللائحه الاسترشاديه اللي اصلا لم تسترشد جيدا ولم يتم طرحها بالشكل اللي من المفترض ان يحدث،
من أجل الارتقاء بمستوى الرياضة المصرية. طبعا احنا في الأول في الآخر بنعمل هذا الشأن من أجل الارتقاء بمستوى الرياضة المصرية، ولكن للأسف لم يكن هناك استرشاد جيد للوائح، فلجأ الأهلي للجنة الفض والنزاع، وإن شاء الله يوم 4 أكتوبر المقبل هيكون الرد على النادي الأهلي والتقدم بطعن على قرار اللجنة الأولمبية رقم 62 ل2017 باعتبار النظام الأساسي الاسترشادي هو القائم على النادي الأهلي، على الرغم من ذهاب 15,000 أهلاوي ذهبوا للتصديق على لائحة النادي الأهلي الخاصة، في منهم كان رافض وفي منهم كان داعم، ولكن 15,000 راحوا، وده عدد لا يستهان به، وده كلامنا عن هذا الخبر. بعد الهزيمة من النجم الساحلي والتأخر بهدف بسبب 2-1 هي نتيجة لقاء الذهاب، مصطفى محمود طاهر عقد اجتماع بالكابتن حسام البدري واللاعبين في مقر الفندق ببعثة النادي الأهلي بتونس. هذا الاجتماع دائما يحدث في النادي الأهلي على مدار التاريخ. النادي الأهلي لما بيكون في الأمر إلى حد ما متأزم بيتم التكافؤ، زي ما حدث قبل لقاء الترجي التونسي، وصراحة برضو كان قرار جريء من المهندس محمود طاهر أنه ياخد المبادرة ويذهب كرئيس بعثة للنادي الأهلي، وأتت بثمرها في لقاء الترجي. نفس الشيء حدث بعد نتيجة تأخر النادي الأهلي بهدف في شوط من الأشواط، لأن هذه المباراة هي أو هذه المواجهة على شوطين، شوط أول في سوسة انتهى بتأخر الأهلي بهدف، وشوط ثاني في ملعب برج العرب. إن شاء الله النادي الأهلي يحتاج فقط إلى هدف من أجل ضمان التأهل للدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، البطولة من البطولات المحببة جدا لجمهور النادي الأهلي، لعيبة النادي الأهلي، لكل ما يحيط بالنادي الأهلي. المهندس محمود طاهر ادى الثقة والدعم للفريق والجهاز الفني، قال انه واثق على ان شاء الله ان النادي الأهلي قادر على التخطي هذه العقبة والعودة إلى مصر إن شاء الله، ويكون فائز في لقاء العودة، وده من الأمور اللي دايما النادي الأهلي بيعرف يقفل على نفسه، يدعم الأمور داخل الفريق. حصل في نتيجة غير إيجابية بالشكل المطلوب، جمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي دائما يذهب إلى الفوز. في البعض الخبراء زي ما استعرضنا مع حضراتكم سواء في استاد الأهلي أو مع الفنيين، البعض يرى أن هذه النتيجة مش سلبية إلى حد كبير، و1-0 ليه في مصر، لكن جمهور النادي الأهلي دايما متعود على الفوز. النادي الأهلي فاز على الترجي في رادس، ولكن سوسة غير رادس، طريقة لعب النجم الساحلي غير طريقة لعب الترجي التونسي، وهو ده اللي حدث في الأمور، وإن شاء الله النادي الأهلي يكون قادر على العودة بإذن الله في لقاء النجم الساحلي في برج العرب. بعثة النادي الأهلي عادت اليوم من تونس بعد الانتهاء من مباراة الذهاب. بعثة الفريق وصلت إلى القاهرة بحمد الله، كانت طبعا الأمور إلى حد ما مش على المستوى، طبعا لعيبة النادي الأهلي لما بتبقى أي نتيجة حتى لو كان تعادل ما بتبقاش على الناحية المعنوية العالية. طبعا أنا بقول لحضراتكم أنا بتكلم على فريق بطل، فريق دايما يذهب إلى البطولة، يذهب إلى الفوز، ما بيقبلش غير الفوز. فبعثة النادي الأهلي إلى حد كبير اللعيبة كان باين عليهم نتيجة لقاء الذهاب، وإن شاء الله يكون ده شيء داعم جدا في ماتش العودة بإذن الله أمام النجم الساحلي. أنا هسيب حضراتكم مع كلام الكابتن حسام البدري والكابتن أحمد أيوب عن هذه المقابلة، لأن النادي الأهلي برضه هرجع أتكلم من الناحية الفنية. النجم الساحلي معاه مدير فني فرنسي أوبير فلود، النجم الساحلي على مدار مشواره في دوري أبطال أفريقيا من الفرق اللي طبيعها دفاعي إلى حد ما. النادي الأهلي في سوسة، ملعب سوسة غير رادس، سواء من المساحة، سواء من نوعية الجمهور، سواء من الأجواء داخل ملعب سوسة، أصعب شوية من ملعب رادس. فريق الترجي فريق بيلعب كورة، فريق بيهاجمك، فريق بيحاول يذهب إلى مرماك، عكس النجم الساحلي، النادي الأهلي هو اللي كان بيحاول
فريق النجم كان مأمن دفاعاته بشكل كبير جدا، ما كانش فتح خطوطه عكس فريق الترجي كان بيحاول انه يذهب ويسجل، وحينما سجل النجم ما اداش الفرص للنادي الاهلي، على الرغم ان النادي الاهلي وصل اكثر من كوره، كوره ازارو، في كوره ايضا لاجاييه، في العديد من الفرص النادي الاهلي اذا كان موفق فيها. كان موضوع اللقاء الذهاب كان اختلف كثيرا، هنشوف كلام كابتن حسام البدري عن هذا اللقاء ونرجع ونكمل كلام. وطبعا يمكن انا بقول من يعني الاحداث البسيطه جدا ان يحصل ان انت تلعب مباراتين في فتره زمنيه طبعا اسبوع زي ما احنا شفنا، ويبقى المباراتين مع فريق من نفس البلد وفي نفس الوقت خارج ملعبك، يعني ممكن يبقى مع نفس البلد بس مباراه على ملعبك ومباراه، لكن دي اعتقد صعب تحصل تاني، ويمكن ده شيء يتقلل اللاعبين. وقلنا لهم ان المباراه الاولى طبعا كانت مهمه جدا لاستكمال مشوارنا في البطوله، مباراه الترجي والحمد لله وفقنا فيها. المباراه الثانيه طبعا في غايه الاهميه لان وصلنا للسيمي فاينل طبعا، وانا بقول كل ما بتعدي دور بيبقى الموضوع اصعب واصعب، ف انا كنت عارف ان الدوافع هتبقى كبيره جدا عند النجم الساحلي، وبالذات بعد فوزك على الترجي مباراه في السيمي فاينل، الفرقتين طبعا عندهم دوافع كبيره سواء الاهلي او النجم الساحلي. لكن طبعا انا مباراه الترجي طبعا راضي عنها وبادائها وبالنتيجه. مباراه النجم يعني مش راضي تماما، او مش قصدي مش يعني مش رضا كامل، لاني كنت بتمنى طبعا ان انا اعمل نتيجه ايجابيه. اي نعم النتيجه مش سيئه، ولسه الهدف اللي احنا جبناه بيساعدنا بشكل كبير، لكن النتيجه مش حاسمه. فزي ما انا بقول كان نفسي نفوز هناك ونبقى قربنا بشكل اكتر للتاهل، لكن ان شاء الله الحمد لله على كل شيء. وفي نفس الوقت بقول النتيجه مش سيئه، نحضر نفسنا ونجهز نفسنا للمباراه الجايه، مباراه طبعا زي ما احنا عارفين هامه لاستكمال مشوارنا، والاهم طبعا الوصول للنهائي. فان شاء الله بتمنى من ربنا احنا نكون موفقين فيها، وانا متاكد من تركيز اللعيبه وشعورهم في المباراه الجايه ان شاء الله. لو قيمت الاداء طبعا زي ما بقول لك يعني ما فيش رضا تام عن لان في اوقات لا ما كناش كويسين، في اوقات بالرغم من تنفيذ الاستراتيجيه اللي احنا كنا قايلين عليها، لكن كان في كسور في بعض الحاجات، فبالتالي ادينا فرصه برضه فرقه النجم في بعض الاحيان بطريقه اللعب اللي هي معتاده ليهم، مش هتكلم فيها بالتفاصيل دلوقتي لان لسه عندي مباراه ثانيه، لكن بطريقه اللعب المعتاده ليهم ساعدناهم شويه في تحقيق الطريقه اللي هم بيلعبوا بيها، ان يبقى عندهم خطوره في ادائهم شويه. لكن زي ما انا بقول هو في عدم توفيق في المباراه، طبعا في برضو عدم توفيق للتحكيم، لان تاكدنا من ضربه الجزاء السليمه 100%، ويمكن دي اتقالت في قناه اللي ذاعت المباراه، وفي نفس الوقت على الكوره اللي كانت سبب في الهدف الاول بتاعت علي معلول اللي كانت تستحق كارت احمر بالنسبه للاعب بنجوره اللي كان اتعامل مع علي. لكن انا بقول برضو عدم تركيزنا، ومش عاوز اقول الطيابه يعني، وفي اوقات لازم اقول السذاجه يعني، في كان في سذاجه شويه مننا، او في يعني انك انت تتعامل مع الخصم في مباراه هامه زي ديت، وانا بقول لابد التركيز يبقى مهم جدا، وكل شيء بيبقى مباح في المباريات ديت، كان لابد يبقى في تركيز افضل، لان الهدف الاول كان ساذج مننا يعني. اكيد طبعا انت عارف البطوله امتدت شويه في مبارياتها، وطبعا بقت الادوار بالذات النهائيه شفنا حتى وصول اربع فرق مؤهلين بشكل كبير، كلهم ليهم تاريخ وليهم بطولات قبل كده عملوها، فرق كلها من شمال افريقيا، وده اكبر دليل على قوه البطوله، ان دي الفرق اللي عندها امكانيات في قاره افريقيا دلوقتي. ان شاء الله باذن الله اتمنى من ربنا ان شاء الله في اول شكل جديد لهذه البطوله ان شاء الله ان تبقى باسمنا ان شاء الله. كل شيء وارد يعني، وان شاء الله في بديل باذن الله، وعندي ثقه كبيره. غيابات طبعا مؤثره، لكن خلينا لسه ما نفقدش الامل، لسه موضوع عبد الله السعيد ان شاء الله لسه باقي ثلاث اسابيع ان شاء الله، ونفس الكلام بالنسبه لهشام، لكن تاكد غياب فتحي بس. انا اول حاجه اتكلمت عليها الحضور الجماهيري، ويمكن المسؤولين المهندس محمود طاهر وكل اللي موجودين كنا بنتكلم واحنا موجودين في المطار النهارده على اهميه حضور الجماهير، ويمكن اتكلمنا سمعت خبر يا ريت يبقى حقيقي ان هم ممكن تبقى الحضور الجماهيري 60,000، هيساعدنا بشكل كبير جدا، وان شاء الله تبقى الجماهير حوالينا، انه هيبقى ليهم عامل ايجابي كبير ان شاء الله.
رسائل مهمة جدا كابتن حسام البدري بيبين لكم الكلام اللي قلته لحضراتكم ان بعثة النادي الاهلي على الرغم من كابتن حسام البدري ذكر ان الهدف مهم جدا بتاع صالح جمعة ولكن النادي الاهلي دايما بيلعب على الفوز فبالنسبة له هو حتى غير راضي وكان يتمنى افضل من ذلك ايضا موضوع دعم الجمهور حاجة من الحاجات المهمة جدا استشفاء اللعيبة المصابين كل ده من اهم رسائل كابتن حسام البدري اللي اداها للعيبته في موضوع كيفية التعامل مع الخصم في بعض المواقف اللي قالها كابتن حسام البدري ان فيها طيابة من المدافعين ايضا عندنا كلام للكابتن احمد ايوب نطلع نشوفه ونرجع ونكمل كلام في البداية بقول الحمد لله يمكن هي برضو رحلة طويلة وشاقة شوية علينا وعلى اللعيبة ولكن الحمد لله يعني استفدنا منها بشكل كبير كان عندنا في البداية مباراة يعني صعبة جدا قصاد الترجي وكنا متعدين على أرضنا 2-2 بتفوز وتقدم مباراة رائعة وكل بيقاتل عشان تعدي الدور ده الحمد لله يعني كانت خطوة مهمة بالنسبة لنا عديناها الحمد لله بجدارة واستحقاق بعد كده فضلنا ان احنا نكمل الرحلة عشان نلعب النجم الساحلي في برضه في تونس عشان اللعبة ترتاح وتاخد فتره راحه اكبر بدل اعتقد كان قرار موفق يا كابتن يعني الحمد لله طبعا يعني استفدنا اللعيبه ارتاحت بشكل كويس بدل ما تسافر مصر وترجع تاني قبل المباراه بيومين ثلاثه ولكن يعني كان قرار كابتن حسام ان احنا نقعد عشان راحه اللعيبه يمكن من يعني مش عاوز اقول من سوء حظنا ولكن القدر انك بتلعب فرقتين من نفس البلد في اسبوع واحد ورا بعض اعتقد ما يعني في نفس البطوله وادوار مهمه ما حصلتش قبل كده يمكن فريق النجم وكلنا شفنا قبل المباراه الجماهير كانت متحفزه ازاي وكانت شرسه ازاي حتى مع الناس المرافقه للبعثه مش مع اللعيبه بس ولا الجهاز بس ما متحمسين قوي بصراحه انك كسبت الترجي وهتلعبهم تاني ولكن ده طبيعي في كره القدم واحنا ده فاهمينه كويس ويعني ومدركينه كويس الحمد لله يعني يمكن تعاملنا مع المباراه برضو بشكل جيد ما كانش فيه توفيق في نتيجه المباراه ولكن بقول برضو يمكن الهدف اللي جبناه يساعدنا بشكل كبير في مباراه العوده يمكن قطعنا نص الطريق لسه عندنا مباراه مهمه على ارضنا وفي وسط جماهيرنا ان شاء الله نكسب مكسب كويس ونعدي للدور النهائي ان شاء الله يمكن النادي الاهلي في البطوله يعني جدير انه يوصل للنهائي جدير انه ياخد البطوله السنه دي بعد الصعوبات كتيرة اللي قابلتنا والحمد لله تجاوزناها بشكل مميز وشكل جيد الحمد لله في البدايه يعني بنشكر لعيبه اجتهدت لعيبه يعني كانت بتقاتل كان عندها اصرار انها تطلع بنتيجه ايجابيه ولكن الحمد لله يعني هذه الكوره بتعمل اللي عليك ولكن وارد يبقى في اي حاجه في المباراه يعني بيبقى فيها نتيجه انت مش عاوزها ولكن انا بقول لك الحمد لله يمكن النتيجه الى حد ما مرضيه بالنسبه لنا ان شاء الله نقدر نعوض بشكل كويس في مصر ونوصل للدور النهائي تبقى خطوه كبيره للفرقه ان شاء الله فريق النجم يعني فرقه قويه وفرقه شرسه خاصه على ملعبها ووسط جماهيرها فرقه عندها خبرات في البطولات الافريقيه فرقه من نوع الثقيل ولكن النادي الاهلي برضه فرقه يعني فرقة كبيرة وفرقة نادي القرن في افريقيا زي ما بيقولوا وان شاء الله قادرين ان احنا يعني نصعد للدور اللي بعد كده ان شاء الله الدور النهائي ونكسب البطولة ونفرح جماهيرنا كمان ان شاء الله يعني بس هنفصل شوية هندخل على مرحلة الاعداد للدوري بعد كده ندخل على المرحلة بتاعت مباراة العودة يمكن عندنا هيبقى في يعني غياب طبعا احمد فتحي هشام لسه موقفه مش عارفينه وعبد الله لسه موقفه مش عارفينه ربنا يسهل الامور تبقى في صالحنا والناس تكون جاهزه علشان ده يدي اريحيه للجهاز الفني ان شاء الله. حابب اقول لهم بقى من خلالكم بعد اللي انا شفته في تونس واللي احنا عانيناه في تونس من الملعب والجماهير والضغط الكبير اللي احنا عشناه سواء الجهاز او اللعيبه او حتى الناس المرافقه لينا انا بقول لك احنا دخلنا الملعب الجماهير رافضه الناس المرافقه يعني الاعلاميين بتوعنا والناس المرافقين للبعثه ان هم يطلعوا المدرجات وبيحذفوا عليهم ازايز يعني معامله كانت صعبه جدا جدا في بدايه المباراه بتدل على اللي جواهم يعني ولكن يعني ده طبيعي في الكوره فانا من خلالكم بقول لجماهير النادي الاهلي اللي احنا محتاجينها المباراه الجايه يعني جماهير النجم مش احسن منكم ولا بتحب فرقتها احسن منكم بالعكس انتوا احسن جماهير في الدنيا بتحب فرقتها واكتر جماهير بتساند فرقتها شفنا جماهير كتيره ماليه الاستاد ولكن جماهير النادي الاهلي اكتر من كده بكتير
دعوه من خلالكم يكون موجودين يعني يملوا الاستاد، ودعوه من خلالكم للناس المسؤولين عن التنظيم ان شاء الله الاستاد يتملي. محتاجين يعني الجماهير تساندنا بشكل كبير في التوقيت ده من البطوله، في الماتشات الحساسه والحاسمه دي. محتاجين كمان يعملوا ضغط على الفرقه اللي بيلعبها زي الضغط اللي بنتعرض ليه كل ما بنلعب بره، احنا والفرقه وكل الناس. لازم كان يكون الفرقه اللي بتجينا تشعر بنفس الضغط ده، ما تلعبش في اريحيه زي الفتره اللي فاتت. الفرقه بتجينا تبقى مرتاحه جدا جدا من عدد الجماهير ومن الملعب الكبير. انت بتروح تشوف الاستاد قد ايه مليان وقد ايه الناس بتشجع. احنا وانت بتوجه اللعيبه، اللعيبه مش سامعاك من كتر العدد اللي موجود وصوت الناس. فانا بقول لك من خلالكم يعني بوجه رساله جميله، يا ريت تكونوا موجودين، يا ريت العدد يبقى كبير، وان شاء الله يعني يكون موجودين بكثافه وشجعونا ونفرحهم ان شاء الله. فكابتن احمد، جمهور الاهلي ان شاء الله هيبقى موجود، ولكن احنا بنطلب من الجهات المعنيه والمسؤولين ان يبقى في اكبر السماح لاكبر عدد من جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي فتح بس قال هنعمل في تمرين بجمهور الملعب التتش اتملى. فاللي احنا التوجه للسؤال للامن، جمهور النادي الاهلي دائما على الميعاد، جمهور النادي الاهلي دائما حاضر، جمهور النادي الاهلي دلوقتي بيستنشا تمرينه بيروح يكسر فيها الدنيا، فبيستنشا بس ان هو يروح الاستاد. فجمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد، وزي ما قال كابتن احمد ايوب احنا فرقه بتيجي تلعبنا باريحيه واحنا بنروح هناك نضغط وبيبقى مش عارف اكلم لعيبتي عشان خاطر صوت الجمهور، وهو ده اللي محتاجه النادي الاهلي. النادي الاهلي استاد القاهره ده كان مرعب بالنسبه لاي حد بيجي لعب الانديه المصريه، لان الملعب بيبقى فيه 120,000 مش بيبقى فيه 100,000. ده كان فيه ماتشات الناس بتقف فوق العلامه بتاع الساعه، في ناس بتقف فوق العواميد. لو بنجيب لحضراتكم ماتشات النادي الاهلي القديمه فرجوا كانت الجماهير عامله ازاي. ماتش الاهلي والنجم الساحلي اللي في الكليه الحربيه الملعب متقفل، النادي الاهلي بيكسب 3-0. اسمعوا حضراتكم يعني المنظر، وده ده في التمرين. فالمنظر ده لما يجي يشوفوا فرقه النجم الساحلي في ملعب برج العرب، وبقول لحضراتكم ان المهندس محمود طاهر طلب حضور اكثر من 60,000 متفرج في لقاء العوده في الاياب لدوري ابطال افريقيا النصف الدور نصف النهائي. بنتكلم في سيمي فاينال والنادي الاهلي بيطلب من الامن ان العدد يكتر، ده المفروض ده يحصل من تلقاء ذاته. النادي الاهلي الممثل الوحيد للكره المصريه، وهنظل نقول جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد. الناس حضرت التمرين، النادي الاهلي راح كسب الترجي هناك. الكام واحد اللي راحوا الماتش على الرغم النادي الاهلي كان متاخر، التشجيع واليافطه روحة الفانيلا الحمراء شيء لا نفقده ابدا. النادي الاهلي عدى كسب وعمل كامباك في اللقاء واستطاع ان هو يفوز. فجمهور النادي الاهلي يكون حاضر باذن الله، ولكن السماح لاكبر عدد من الجمهور. وقال ان هو المهندس محمود طاهر قال انه يتمنى ان تستوعب كل ساعه ملعب برج العرب الحضور الجماهير للنادي الاهلي، وان الاعداد القليله اللي كانت موجوده في تدريبات تونس كان لها دور كبير جدا في حس اللعيبه، فما بالك بقى لما ملعب برج العرب. نفس الكلام اللي قاله كابتن احمد ايوب وكابتن حسام البدري، واضاف ان اداره الاهلي تقدمت بطلب للامن لاقامه اللقاء العوده بحضور 60,000 متفرج، وطالبا من الامن الموافقه على عدد اكبر من ذلك. يا جماعه كره للجمهور، النادي الاهلي على مدار التاريخ اغلب بطولاته لو تتذكروا الكونفدراليه جون متعب فيه الدقيقه 90، بص الجمهور كان عامل ازاي، ولحد اخر ثانيه الجمهور كان داعم والهدف جه. ماتشات على مدار التاريخ، استاد القاهره، ماتش الاهلي والمصري في الثمانينات نفس القصه، وخلاص النادي المصري بيستعد ياخد البطوله، جمهور النادي الاهلي هو اللي رجع بالدعم وبالتشجيع. كابتن علاء مايوب بياخد الكره وبيجيب جون في اخر ثانيه من الماتش، وبعد كده النادي الاهلي بيستطيع ان هو يسجل اهداف ثانيه وياخد بطوله كاس مصر على مدار. انا لو قعدت بقى جبت لكم الماتشات اللي جمهور النادي الاهلي كان هو الدعم هنعمل لها حلقه لوحدها. فنتمنى حضور الجمهور. وقبل ما اروح للخبر الثاني اسيبكم مع هتاف الجماهير.
نروح لاخبار المصابين في النادي الاهلي. كابتن سعد عبد الحفيظ المدير الكره بالنادي الاهلي بيصرح ان حسام عاشور واحمد الشيخ ان شاء الله في التدريبات الجماعيه في خلال 5 ايام. حسام عاشور مسمار النادي الاهلي. حسام عاشور من اهم محاور الارتكاز مش بس في النادي الاهلي ولكن في الكره المصريه عبر التاريخ. حسام عاشور واحد من اللعيبه اللي تحط نص الملعب وتحط حسام عاشور وتحط تشكل بعديه وسط الملعب. لعيب خلقا اداء في كل شيء صراحه دعم قوي جدا لاي حاجه بتحصل في الملعب. الناحيه الهجوميه ممكن تلاقي مره بيعمل سرول للامام، الناحيه الدفاعيه بيحل مشاكل اي حد من سرد باكاته من الباكات سواء يمين او شمال بيديلك الحل. وبعدين حسام عاشور بيعيش افضل حالاته الفنيه لان دلوقتي حسام عاشور معدل جاريو زي ما هو ما شاء الله محافظ نفسه الناحيه البدنيه ودايما بيتوقع الهجمه جايه منين فبيروح يوقفها لك. يعني بيحل لك المشكله من قبل ما تحصل. فحسام عاشور من اللعيبه المؤثره جدا ان شاء الله يعود خلال الايام. كان عنده جزع في اربطه الركبه ان شاء الله يكون استشفاؤه عالي. نفس الشيء بالنسبه لاحمد الشيخ اللي كان جاله شد في عضلات الظهر ان شاء الله يكون جاهز في الفتره اللي جايه ويخش في التدريبات الجماعيه. النادي الاهلي هيلاعب النجم الساحلي يوم 21 اكتوبر ان شاء الله في هذه الفتره يكون لعيبه النادي الاهلي ايضا معاهم عبد الله السعيد يكونوا وصلوا لمرحله الاستشفاء. عبد الله السعيد عنده مزق في العضله الخلفيه ان شاء الله قادر انه يلحق مره اخرى انه يكون جاهز للقاء. على فكره وليد سليمان كان في القناه الناقله للقاء كانت ادت ان وليد سليمان خد انذاره وكان عنده انذار ثاني وكتبه ميسز نيكست ماتش ولكن وليد سليمان جاهز للقاء. هو بس احمد فتحي زي ما ذكر كابتن حسام البدري هو الوحيد اللي هيبقى غايب على الرغم ان احمد فتحي كان بيلعب قوي وفريق النادي الاهلي هو اللي خسران والحكم اداله انذار بداعي تضييع الوقت. يعني اللاعب راجل خسران وبيحاول يعني يرجع وعايز يتعادل فهو اللي هيضيع وقت. دي كانت من الحاجات والانذارات الغريبه بالنسبه لنا. معلول برضو انضم للمنتخب التونسي. علي معلول ظهير ايسر فريق النادي الاهلي ايضا منتخب مصر هيذهب لمعسكر فريق تونس منتخب تونس اللي بيستعد لمواجهه غينيا زي ما مصر بتستعد لمواجهه الكونغو باذن الله. معلول هيذهب الى المعسكر المنتخب التونسي لاستعداد لمواجهه غينيا في تصفيات كاس العالم بروسيا. نتمنى التوفيق لمعلول لعيب من اللعيبه المهمه جدا في النادي الاهلي وبان في ماتش الترجي على الرغم منه ما ظهرش بالمستوى اللي انت بتتمناه من معلول في لقاء النجم ولكنه قادر انه يصنع الفارق ودائما الاوفر بتاع معلول في الشفا. روبير فيلود المدير الفني الفرنسي لفريق النجم الساحلي بيصرح ان مواجهه النادي الاهلي لن تكون سهله في مصر. طبعا مدير فني فرنسي كان قائد لمازيمبي من قبل وفاز معاهم ببطوله الكونفدراليه عارف النادي الاهلي عارف امكانياته عارف النادي الاهلي مواجهته في لقاء الاياب هتكون مختلفه تماما. الراجل بيحذر لعيبته تصريح للميديا التونسيه الاعلام التونسي وايضا الى لعيبته ان مواجهه النادي الاهلي في القاهره هتكون مختلفه تماما عن ما كان في سوسه. على مدار التاريخ النادي الاهلي دائما كان بيستطيع ان هو يصنع الفارق في ماتشات مصر سواء بقى في القاهرة سواء في برج العرب في أي مكان. النادي الأهلي ده طول ما هو داخل مصر ومعاه جمهوره بيبقى الموضوع مختلف تماما وهو ده اللي قاله في لود. النادي الأهلي هيكون معاه دعم جماهيره وأيضا طريقة أدائه هتختلف كثيرا. ده كان تصريحات أوبير في لود المنطقية عن لقاء ومواجهة الإياب في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. النادي الاهلي هيعود لتدريباته يوم الاربعاء. كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان الكابتن حسام البدري فضل انه يدي راحه للعيبه لمده يومين على ان هم يرجعوا للتدريبات يوم الاربعاء استعدادا للمواجهه المرتقبه امام النجم الساحلي. طبعا بعد الرحله الشاقه وحضراتكم سمعتوا الكابتن حسام كابتن احمد ايوب وكل الكباتن بيتحدثوا ان الرحله كانت شاقه المعسكر كان طويل ففضل الكابتن حسام البدري بعد الحمل البدني الطويل اللي ادوه في تونس مواجهتين على اعلى مستوى. انت بتلعب الترجي فرقه توب ليفل في افريقيا فرقه من الفرق المقدمه في افريقيا وشمال افريقيا ونفس الشيء بتلعب يعني انت رايح تلعب اهلي وزمالك تونس في اسبوع واحد ودي
من الحاجات المرهقه جدا جدا. مش اي فريق على فكره يقدر يروح يلعب يعني اقوى فرقتين، يعني مثلا تروح ل هنقول بقى انجلترا بلاش اسبانيا، هنتكلم على اسبانيا. لو تروح لاسبانيا تلعب ريال مدريد في اسبوع واحد ده بيبقى بالنسبه لك امر مرهق، تروح لانجلترا وتلعب تشيلسي ومانشستر يونايتد في اسبوع واحد ده هيبقى بالنسبه لك امر مرهق جدا، وده اللي خلى الكابتن حسام البدري يديهم راحه يومين على ان يعودوا يوم الاربعاء باذن الله لبدايه التدريب. نروح لماتش منتخبنا الوطني مباراة الكونغو. على فكرة احنا مركزين مع لقاء اوغندا وغانا اكتر ما احنا مركزين مع لقاء الكونغو، وده شيء مش ايجابي لان انت بايدك ان انت تتأهل انك تكسب ان شاء الله الكونغو مهما كانت النتيجة في الجبهة الاخرى وتعمل نتيجة ايجابية امام غانا تبقى انت كده ضمنت التأهل بايدك. على الرغم من المنتخب اوغندا هيلعب قبل منتخب مصر دي يوم، ولكن منتخب مصر لا يجب ان يستهين بفريق الكونغو. الكونغو من الممكن الفرق العشوائيه بتبقى جايه ما عليهاش اي ضغوط فممكن انها تفاجئك باداء داخل الميدان، وهو ده اللي هيكتور كوبر بيحذر لعيبه المنتخب وقال ان هو هيعمل جلسه مع محمد صلاح ليه عشان يدعم. محمد صلاح هو اصبح ايقونه هجوم ليفربول، محمد صلاح عليه ضغط من مصر اكتر ما هو عليه ضغط من ليفربول، لان محمد صلاح والكوره معاه كله منتظر ان ليونيل ميسي هو اللي معاه الكوره وهو اللي هيعدي من كل اللعيبه ويجيب اجوان. هو ميسي الكوره المصريه ده ما فيش كلام، هو واحد افضل محترف افريقي في الفتره الماضيه، افضل لعيب في هجوم ليفربول في الفتره الماضيه، عليه ضغوط ولكن هو استطاع انه يكسب حب جماهير ليفربول اللي عملت له اغنيه لمحمد صلاح. نفس الشيء حصل في فيورنتينا، نفس الشيء حصل في روما، محمد صلاح حتى في بازل جمهور بازل كان عامل اغنيه لمحمد صلاح. اذا هو يستطيع ان يجلب الانظار، يستطيع ان يصنع الفرق، عشان كده الفجر والعلامه البارزه لمحمد صلاح هي اللي حط عليها هذه الضغوط. ولكن ابو مكه احنا واثقين انه قادر انه يتخطى كل هذه الضغوط. ليفربول منذ التفوق على الارسنال بالفارق الكبير من الاهداف وهو بيتعادل ثم يتعادل ثم يهزم ثم يتعادل، ولكن صلاح يسجل. صلاح في اخر لقاء لم يسجل، سجل كوتينيو، ولكن صلاح دائما هو من يصنع الفارق. هيكتور كوبر قال انه هيعمل اجتماع مع اللاعب عشان يبتدي يدخله في اجواء لقاء ماتش الكونغو. وعلى فكره مواجهه الكونغو بالنسبه لصلاح ممكن تكون بدايه قويه ليه انه يرجع مره اخرى للتالق اكثر من ذلك امام فرق انجلترا في الدوري الانجليزي الممتاز. ايضا قال ان من الوارد ان هو يلعب بطريقه اثنين مهاجمين، ولكن ده على حسب سير المباراه وده شيء منطقي. فيكتور كوبر هيلعب زي ما هو بيلعب، يزود بقى راس حربه ويلعب باثنين او لا ده على حسب سير المباراه، لكن يبتدي من اول الماتش باثنين سنتر فورورد صعب جدا على مدرب نمطي بطريقه وسن هيكتور كوبر ان الناس اللي في سنه قلما ما تاخد الريسك في الناحيه التدريبيه. خلينا اقول ان برضو مستر كوبر ضم مؤمن زكريا وحسام حسن سموحه ومحمد فتحي ال اسماعيلي. طبعا مؤمن زكريا نجم النادي الاهلي، حسام حسن مهاجم نادي سموحه، ومحمد فتحي ليه معسكر المنتخب. مؤمن زكريا لعيب دولي دائما بينضم للمعسكرات ولكن في بعض الغيابات، ولكن مؤمن تحس انه رجله جوه المنتخب ورجل لا، وفي حاله وجود اي غياب بيبقى مؤمن زكريا موجود داخل قوام المعسكر المنتخب، وانضم قبل كده لكل معسكرات المنتخب اللي سواء مع كوبر، انا مش بتكلم بصفه اساسيه، ولكن تم ضمه مع كوبر مع برادلي مع كل مدربين المنتخب. مؤمن زكريا موجود في الصيغه الدوليه، ممكن لا يشارك كثيرا ولكن دائما متواجد. مؤمن من اللعيبه اللي بتصنع الفارق لانه بيجيب اجوان، مؤمن بيجري في ظهر الديفنس، عنده امكانيات هجوميه وتكتيكيه عاليه جدا تحل لك امور كثيره جدا. حسام حسن ده مش اول معسكر، البعض كان يطالب بعمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي، ولكن هو هيكتور كوبر عايز يشوف لعيب شافه قبل كده ويشوف معدل اداؤه معاه في التمرين وصل الى ايه، وده الحته النمطيه اللي انا بتكلم على طريقه فكر هيكتور كوبر في التدريب. نفس الشيء بالنسبه لمحمد فتحي، ايضا
لاعب خط وسط فريق الإسماعيلي، ونظرا لغياب حسام عاشور للإصابة ده هيبقى أبرز العوامل. أيضا تحدث هيكتور كوفر عن صالح جمعة وقال إن من الوارد إن يفكر فيه إن يكون بديلا لدور عبد الله السعيد في منتخب مصر. إن شاء الله يكون منتخب مصر متفوق على منتخب الكونغو وأوغندا، وأغانا غانا تعمل لنا هدية كبيرة جدا وتدينا التأهل لكأس العالم بإذن الله. نروح لإقليم كاتالونيا، نروح لإسبانيا وما يحدث سياسيا في إسبانيا. هفكر كده حضراتكم سريعا عشان الكرة الإسبانية اللي مدي شراسة في الدوري الإسباني هو إن الكرة الإسبانية فيها فئات، تحس إن في انقسامات داخل إسبانيا. هذا الكلام من الفتح الإسلامي للأندلس، ثم مرورا لآخر الثلاثينات 1939 و 38 ابتدت الحرب الأهلية في إسبانيا، كان في جنرال موالي بعد كده بعد ما ابتدت الحرب العالمية لهتلر، وجنرال موالي لحد الثاني، وجنرال مع الملك وجنرال ضد الملك. المهم كل هذه الأمور أدت إلى انقسامات داخل إسبانيا موجودة حتى الآن. الانقسامات هي عبارة عن إيه؟ لو حضراتكم بصيتوا نادي ريال مدريد حتى على الشعار بتاعه هتلاقوا التاج الملك، ده بيمثل الملك، الملك في إسبانيا، الملك فيليب الآن بيحاول يسيطر على الأمور بدعم ريال مدريد. برشلونة وإقليم كاتالونيا من الأقاليم اللي ليها طبعه الخاص، للغة حتى الخاصة، يعني حتى مثلا احنا بنقرأ كارلوس بويل، كارلوس بويل حتى بالإسبانية بتتنطق بويل، هم في برشلونة لك كارلوس بوجول، يعني الحتة اللي هم بيغيروها دي عايزين يغيروا حتى اللغة، وعندهم لكنة كاتالونية حتى بيكلموا فيها بعض في امام اسبانيا. لو تذكرتوا حضراتكم لقاء برشلونه اللي فات ولاس بالماس اللي كان في اشتباكات بسبب الانفصال، القصه كلها ان في 5 مليون نسمه في اقليم كاتالونيا، 2 مليون منهم عايزين ينفصلوا عن الحكم الاسباني، في لعيبه كوره كتير جدا ابرزهم جوارديولا وبيكي عايزين ينفصلوا من اسبانيا. فريق لاس بالماس هو بيلعب برشلونه ذهب بالعلم الاسباني، على عكس اقليم كاتالونيا حتى هتلاقي ليه شعار خاص وطريقة خاصة وعايزين ينفصلوا عن الحكم الإسباني. الرئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قال إن لن يحدث انفصال بأي شكل من الأشكال، كاتالونيا تفعل ما تفعله ولكن احنا كحكومة إسبانيا لن نسمح لوجود أي انفصال، وحتى حصلت اشتباكات أدت لألف مصاب حتى الآن. كل شوية أدي صورة من ملعب برشلونة أمام لاسبالما، ميسي بيلعب الكورنر وأدي ملعب الكامب ناو، أول مرة في حياتكم تحسوا إن ملعب الكامب ناو قريب بقى لملعب برج العرب من غير جمهور، قريب بقى من ملاعبنا اللي من غير جمهور. هذا المشهد الاشتباكات، عايز أقول لحضراتكم إن حصلت اشتباكات ما بين الشرطة الإسبانية والشرطة الكتالونية، لأن في كاتالونيا ليها زي كده محافظ ورئيس بلدية كاتالونيا اللي هو إقليم برشلونة، ليهم شرطتهم الخاصة، ولكن الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بعت الشرطة بقى الإسبانية اللي في عموم إقليم مدريد ذهبت إلى كاتالونيا لكي تسيطر على الأوضاع، وحتى حصل اشتباكات ما بينهم وبين الشرطة الكاتالونية. عايز أقول لحضراتكم إن برضو إقليم الباسك اللي هو في شمال إسبانيا بيريد الانفصال، عندك السوسيداد، ريال سوسيداد وإتليتيك بلباو. هقول لحضراتكم طبعا كلكم بتقولوا اتلتيكو بلباو، هو اسمه اتلتيك بلباو، اتلتيك بالكلمه الانجليش، اتلتيك يعني الرياضي، اتلتيكو مدريد هو بالاسبانيه وهو المعنى الرياضي، مدريد الرياضي، وهذا التغير في الاسم لان اقليم الباسك قال لك لا انا مش عايز ابقى تبع اسبانيا، فانا هسمي في حته بلباو هسمي النادي بتاعي اتلتيك بلباو بالانجليزيه، لان برضو حضراتكم عارفين ان الانجليز هم من نشروا كره القدم في العالم، واللي راح الراجل الانجليزي اللي ذهب الى اسبانيا ونشر الرياضه قال لك بس هو هيبقى اتلتيك في اللغه الانجليزيه، اذا انا فرقتي بلباو هتبقى اسمها اتلتيك بلباو. نفس الشيء بصوا بقى للجنوب، عندك بقى اشبيليه وجراناتا ومالاجا وبالنسيا، كل اقاليم الجنوب، ولو حضراتكم تشوفوا ان على مدار التاريخ حتى القريب ريال مدريد بيخسر الدوري على ملعب الرامون سانشيز في اشبيليه، لان اللقاء مش بس لقاء اتلتيكو ريال مدريد واشبيليه، لا ده انا اقليم اشبيليه اقليم الجنوب
اللي هو ضد الشمال اللي هو مدريد الملك، انا بلعب على الناحيه السياسيه، فتلاقي ريال مدريد على ملعب الرامون سانشيز قلما ما يفوز، ولما بيضيع الاشبيليه دايما هو من يضيع الدوري على فريق ريال مدريد. اذا الطابع السياسي يغلب على الطابع الرياضي، ابتدت بقى تكهنات، وارسن فينجر يقول لك ده برشلونه كده يجي يلعب معانا في الدوري الانجليزي، البعض يقول لك ده هيروح يلعبوا في الدوري الفرنسي، ولكن كل هذه الامور حلها ماريانو راخوي رئيس وزراء اسبانيا وقال لك لن يحدث انفصال. هي دي قصه الكره الاسبانيه والطابع السياسي اللي واخداه الكره الاسبانيه، وهنشوف على مدار الايام الجايه ماذا سيجري في اسبانيا. ده كان آخر خبر معايا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.